في هذا الفيديو راح أعرفكم على وفاء من قناة يوميات حمدي وفاء، فإذا كنتم مهتمين وحابين تعرفوا معلومات عنها خليكم معي لنهاية المقطع. مرحبا حبايبي، كيفكم؟ وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من خلف المايك، معاكم إسلام. قبل ما أبدأ ما تنسوا تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. وهلأ يلا نبدأ على بركة الله. الاسم وفاء سيد. وفاء من أشهر اليوتيوبرز البنات العرب. انولدت وفاء سنة 1991، يعني عمرها حاليا 30 سنة، وبتحمل الجنسية المصرية. زوجها هو اليوتيوبر الشهير حمدي جابر، اتزوج بتاريخ 25/3/2009. انولد حمدي بتاريخ 7/3/1986، وبيبلغ من العمر 36 سنة. وأنجب حمدي وفاء 5 أبناء، هم ندى ومحمد وبلال وبنت اسمها وفاء. وفي 2/1/2022 أنجبت وفاء طفل جديد اسمه يونس. سافرت عيلة حمدي وفاء لعدد من الدول زي إسبانيا ودبي والسعودية. قناة اليوتيوب. تمتلك وفاء بالشراكة مع زوجها حمدي جابر قناة من أقوى القنوات العائلية العربية على اليوتيوب، اسم القناة يوميات حمدي وفاء. بلشت بتاريخ 25/2/2018 واشترك فيها لحتى الآن أكثر من 5,160,000 مشترك، وحصدت القناة أكثر من 1,490,000,000 مشاهدة على المقاطع، وهذا الرقم دليل كبير على نجاح محتواهم يلي بيقدموا من خلاله الفلوقات العائلية والتحديات والمقالب وتوثيق رحلات السفر وأهم لحظات حياتهم. وأكثر مقطع حصد مشاهدات على القناة هو تحدي 24 ساعة في السيارة يلي حصد أكثر من 14,000,000 مشاهدة. وعندهم كمان قناة تانية اسمها حمدي وفاء في البيت، بيشاركوا عليها حياتهم وفلوقاتهم داخل البيت، اشترك فيها أكثر من 1,140,000 مشترك، وحصدت مقاطعها أكثر من 127,000,000 مشاهدة. وعندهم كمان قناة اسمها عائلة حمدي وفاء، اشترك فيها أكثر من 1,780,000 مشترك، وحصدت أكثر من 170,000,000 مشاهدة. وعندهم كمان قناة تانية اسمها كواليس حمدي وفاء، اشترك فيها أكثر من 300,000 مشترك. وعملت عيلة حمدي وفاء عدد من التعاونات مع اليوتيوبرز العرب وخاصة صناع المحتوى العائلي زي عيلة أحمد وسالي وعيلة أحمد حسن وزينب. حسابات السوشيال ميديا. تمتلك وفاء حساب على الانستغرام بتشارك عليه صورها مع زوجها وولادها، وبتابعها عليه أكثر من 1,600,000 متابع. وبتمتلك كمان حساب على الفيسبوك بتابعها عليه أكثر من 1,000,000 متابع. وزوجها حمدي جابر عنده حساب على الانستغرام بتابعوا عليه أكثر من 1,600,000 متابع. وفي نهاية المقطع بتمنى يكون عجبكم، وما تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وما تنسوا تتابعوا حسابنا على الانستغرام، حطيت لكم الرابط في صندوق الوصف وبأول تعليق. ومع السلامة، بشوفكم بالفيديو الجاي.